أكدت الدكتورة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب خلال استضافتها في النسخة الثانية من برنامج ترابط بتنظيم من معهد البحرين للتنمية السياسية، أكدت على أن الهيئة أصبحت بيت خبرة يعمل بأيد بحرينية، مشيرة إلى أن حصول الهيئة على العديد من الجوائز المحلية والعالمية يؤكد تماشيها مع الممارسات الجيدة عالميا. خلال الجلسة الثانية من برنامج ترابط الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية في نسخته الثانية، استضاف البرنامج الدكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، التي أكدت على أن الهيئة شريك في وضع السياسة التعليمية في مملكة البحرين، وهي عضو في مجلس التعليم والتدريب. هذا البرنامج صراحة يعني نشكر التنمية السياسية المعهد على هذه الفرصة للتواصل مع الجمهور، توضيح ما تقوم به الهيئة خلال هذه الفترة اللي خلال وجودنا من 2008، المزايا اللي تقدمها من تحسينات للتعليم، من 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 رفع مستوى التعليم، الدفع بهذا الرفع والتحسين كله لمستقبل الأبناء والوطن. إضافة لذلك احنا كهيئة بعد يعني من ناحية التساؤلات اللي بتردنا اليوم وتواصلنا بحسب ما دائما صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يحث على أن المسؤولين يتواصلون مع الجمهور، وهذه صراحة فرصة أن احنا نكون في تواصل. فالاستفسارات اللي بتجينا سواء قدرنا أن نرد عليها في نفس اليوم أو بنرد عليها على موقع الهيئة مستقبلا، بتكون بتفيدنا حتى في نظرتنا المستقبلية في كيفية قيامنا بعملنا. وعن دور الهيئة في استمرار العملية التعليمية في ظل جائحة فيروس كورونا، أكدت دكتورة جواهر المضحكي بأن الهيئة اعتمدت على الاستعداد المسبق في توفير بنية قوية وتحتية للمعلومات والتعاون مع الجهات في الانتقال من التعليم التقليدي للتعليم عن بعد. فرصة جميلة للتواصل مع الجمهور، للتعريف بالجهود اللي تبذلها مملكة البحرين في تطوير التعليم وعمل استعدادات لتوفير الأرضية المناسبة لأبنائنا لمستقبل أفضل بإذن الله تعالى، وبالذات في فترة الجائحة حاليا والتعلم عن بعد. فإحنا اليوم في هذه المقابلة إن شاء الله من ضمن المحاور بنتكلم عن التعليم عن بعد اللي حصل وما قامت به الهيئة لقياس وتقييم هذه الممارسات التي صدرت من مؤسسات التعليم والتدريب خلال هاي الفترة. وحول الإنجازات التي حققتها الهيئة، أكدت الدكتورة جواهر أن حصول الهيئة على جائزة الملتقى الحكومي وجائزة أفضل الممارسات الحكومية بالإضافة إلى تقييمها من قبل الشبكة الدولية لضمان الجودة، كما حصلت الهيئة على شهادة توضح تماشيها مع الممارسات الجيدة عالمياً. الهيئة طبعا خلال الفترة الزمنية على مدى 12 عام من بدأنا من 2008 لنا العديد من الإنجازات اللي كلها بفضل العناية والرعاية لقيادة مملكتنا الحبيبة. يمكن اللي يطرأ علي الآن جائزة جودة التعليم اللي تعطى خلال الملتقى الحكومي. كذلك في الملتقى الحكومي حصلت الهيئة على جائزة التميز في التعامل والتواصل مع العملاء في 2018 و2019. آخر جائزة حصلنا عليها واللي احنا نفخر فيها كبحرينيات هي جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيشة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية. هذا وتسعى الهيئة نحو نشر أفضل الممارسات من خلال تنظيمها لأربع مؤتمرات عالمية لتطوير التعليم والتدريب، فقد كان لها حضور دولي في الهيئات والشبكات الدولية من خلال تمثيلها في مجالس إدارة المؤسسات، كما كان لها الدور البارز في علاقاتها مع معظم مؤسسات جودة التعليم. نجاح مستمر وتفاعل كبير في برنامج ترابط 2 قدمته هيئة جودة التعليم والتدريب مع عموم الجمهور في كل ما يخص بعمل الهيئة والرد على استفساراتهم، نظرا لما تقدمها الهيئة من قيم تعز المواطنة والخطة الوطنية والانتماء الوطني. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.